يسار يمين اصل اخ تي مع علاءالدين مصطفى من سوريا حلب. بشتغل بمجال بدلات العرائس للخياطة. عمري 25 سنة. بشكل عام إذا واحد بحب الشيء بيتقدم فيه بسرعة. والحمد لله رب العالمين إنه مصلحتنا من قبل. مصلحتنا من أيام سوريا. وهون لازم أكيد نكمل فيها حتى نحسن نعيش. في الصبح طبعا بنطلع من الساعة 8 الصبح للشغل الساعة 7 بنخلص، وبعدين يعني تقريبا بعد ساعة بنطلع التدريب. التدريب تقريبا بنتهي الساعة 11. أنا من هواة الكونفو، بوشو كونفو، وبلشت فيها من أيام سوريا، والحمد لله رب العالمين تابعت فيها هون بتركيا. وأول ما جيت على تركيا تقريبا هذا الحكي من 3 سنين ونص أخذت نادي تمام، وتابعت المسير يعني صرت بمرحلة المدرب. جاهزين؟ هاي أول ما جيت لهون أول شغلة خطرت في بالي إني أفتح نادي. طبعا أنا عندي شغل تمام، بس إنه النادي هاي هواية وبنفس الوقت ما بحسن بدونها يعني. بلش بأي شيء لازم يكمله تمام. أنا بلشت بقصة التدريب، بقصة إني ألعب. أنا هويان اللعبة كتير وحبها. لما صرت بمجال بمستوى كتير منيح بقى أكيد ما رح أضل على حالي، لازم أترفع يعني إنه أعلم كمان طلاب، أعلم عالم، لازم أعطي يعني الشيء اللي تعلمته لازم أعطيه لغيري. تقريبا بعد ما اخذت النادي بشهر او شهرين تمام طلعت على البطوله، والحمد لله رب العالمين جبت اول مركز لي بشكل عام. لاول مشاركه سوري بجيب مركز في الووشو كونفو هو جبته انا المركز الاول. انه كلاعب سوري وعم يشتغل من الصبح للمساء ويطلع على بطوله دوليه ويجيب مركز يعني هي شيء كثير كبير لنا. تات يوك يوك. هون صار عندي حافز كبير اني ارجع خلي الشباب كلها تلعب وكلها يصير عندها تشارك في البطولات. بالبطولة الثانية بطولة سامسونج الدولية صارت بعد سنة عام 2017. هون كانت تجربة لأول لاعب إلي والحمد لله رب العالمين أخذت مركز أول فيه. أنا كان للعبي كمان جاب مركز ثاني أخذ فضية. تمام هون كانت شهادة بطولة بالجامعة تمام، عملوا بطولة تمام الحمد لله كمان أخذت هون مركز أول فيها. بعدين هون أخذت حزام أسود واحد دان بسوريا، كان هي آخر شهادة لي. هون عندي الصغار شاركوا ببطولة بطولة اسطنبول للصغار. بشكل عام هي بتصير الكل أتراك بس نحن الحمد لله رب العالمين حسنا ندخل عليها تمام، و وطالعوا هالكأس هنن. ولما انتقلنا هون صار عام 2018، كانت تقريبا هي اخر بطولة شاركت فيها. الحمد لله رب العالمين كمان اخذت مركزين، شاركوا لاعبين. اللاعب اللي شاركته اول سنة رجع وشارك مرة ثانية السنة اللي بعدها. الحمد لله رب العالمين يمكن نافس 4 تمام وحصل على مركز ثاني بس بجدارة. هلا ان شاء الله بالمستقبل مفكرين انه نكبر المجال ناخذ صالة لحالنا وفوت بطولات طبعا باسم السوريين باذن رب العالمين. بس هلا في شويه عوائق يعني تحت رب العالمين.